بسم الله. فيديو جديد النهارده معانا هنتكلم فيه عن دايره من دوائر شحن الاي او. هعرفكم على الدايره دي لان الدايره دي هتظهر في اكتر من فيديو خاص بشحن الاي او الفتره الجايه على القناه. يمكن كنا اتكلمنا عن الدايره دي من عده سنوات، اتعرفنا عليها في عده فيديوهات وحلينا بيها بعض الاعطال الخاصه بشحن الاي او. ممكن تراجعوا الفيديوهات دي برضه عشان اللي ما يعرفش حاجه عن قصه شحن الاي او او عن نوعيات الدوائر دي يبقى متابع معانا الفيديوهات اللي جاية. هعرفكم على الدائرة دي. الدائرة دي يمكن مش متغطي ليها شروحات على النت الا بعض الفيديوهات في المحتوى الروسي لان الدائرة دي صناعة روسي. الدائرة دي زي ما احنا شايفين اسمها فيرتيانوف او فيرتياناف، مش عارف النطق ازاي بالروسي، لكن ده الاصدار 3.1، ده احدث اصدار او اخر اصدار للدايرة اثناء ما انا ما بصور الفيديو. هي طبعا ليها عدة اصدارات لكن ده احدث اصدار للدايرة. باذن الله هنتكلم عليه او هنتعرف على الاصدار ده. الاصدار ده بيجي معاه طبعا عدة كابلات. اللي ما يعرفش الايوهات بتتشحن عن طريق، او اغلب الايوهات بتتشحن عن طريق كونكتور الكيبورد، فبيجي معاه عدة كابلات زي ما احنا شايفين. الكابلات دي بتوصل طبعا بالدايرة. خليني اوريكم كده او ابسط لكم للي ما يعرفش. انت عندك دايرة عايزة شحن اي او، عندك بورد عايزة شحن اي او، فبتشوف الكونكتور بتاع الكيبورد وتشوف الكابل اللي بيتعامل مع الكونكتور ده بالشكل ده مثلا، وتوصله برضو مع الجزء او نفس الحجم على الدايرة بالشكل ده، وتبتدي اللي انت تتعامل مع الاي او، لان الاي او او البنات الخاصة بالسوفت او السوفت الداخلي للاي او بتكون واصلة على الكونكتور بشكل مباشر زي ما اتكلمنا قبل كده. فاحنا بنتعامل مع الاي او عن طريق كونكتور الكيبورد. طبعا الايوهات دي يعني حوالي 75% بس اللي بتتعامل معاها عن طريق كونكتور الكيبورد، فبيجي معاها طبعا طبيعي ان يجي معاها كابل جي تاج. الكابلات دي اللي عن طريقها بنتعامل مع الايوهات اللي الارجل بتاعة السوفت الداخلي ليها ملهاش علاقة بكونكتور كيبورد، ف بنوصلها يدوي. او في برضو بعض الايوهات اللي بتغلس علينا في قصة كونكتور الكيبورد بنضطر ان احنا نتعامل برضو بالكيبل ده ونوصل بشكل يدوي لحام، يعني ارجل بشكل يدوي. في بعض البنات برضه هنتكلم بشكل تفصيلي في عدة فيديوهات جاية، فدي بس انا بعرفكم على الدايرة. بيجي برضه معاها الكيبل ده. الكيبل ده بيشحن سوفت للشاشات بتاعة اجهزة اللابتوب. برضه هشرح لكم الكلام ده في فيديوهات عملي الفترة اللي جاية، ولكن باختصار ده بيسحب السوفت من شاشات اللابتوب وبيكتب عليها، يعني لو عندك مشكلة في توافق الشاشات ده بيحللك القصة دي. بيوصل هنا والناحية التانية بحسب نوع الشاشة. لو شاشة ليد بتوصلها بالكيبل ده، ولو شاشة CCFL بتوصلها بالكيبل ده. بتبتدي انت تتعامل مع السوفت وير اللي على الشاشة لو عايز تسحب منه او لو عايز تكتب عليه، يعني تشوف الاجراء اللي انت عايز تاخده. طبعا الدايره دي بتشحن الايوهات، كل الايوهات اللي بتحتاج شحن، الام بي سي 288 وال 388 والكي بي 9010 وال 9012 وال 16 وال 902 بشكل عام، اللي هو ال 922 وال 9028 والاي تي طبعا 8580 و 8585 وال 8586 و 87 و 8985 و 8987 وال 8386. وطبعا بيتعامل الجي تاج مع عدة ايوهات، ولكن الاساس بتاع الجي تاج هو الام اي سي، الام اي سي 1609 و 1619 و 1633 و 5085 و 5075. الدايرة دي بتشتغل بالكيبل الاي بي اللي هو بتاع البرينتر، اي بي يو اس بي بتاع البرينتر. هنا بيوصل بالبي سي اللي هو الكيبل اللي بيتعامل مع الكمبيوتر بتاعك او الجهاز اللي انت مثبت عليه السوفت وير اللي انت هتتعامل بيه اللي هو خاص بالدايرة. والتاني برضو نفس الكيبل ولكن بيكون جراوند للارضي بتاع البوردة، بيوصل على اليو اس بي بتاع البوردة عشان ياخد منه ارضي.
وده كان فيديو سريع كده تعريفي بالدايرة، بحيث ان هي تظهر معايا في اكتر من فيديو جاي، فالناس تكون عارفة ايه الدايرة اللي انا شغال بيها في الفيديو ده. ولما نتكلم عن مشكلة بإذن الله هنتكلم ازاي نحلها في الدايرتين، وهنتكلم عن الايوهات اللي بتحتاج انك ترفعها من البوردة، والايوهات اللي بتحتاج اللي انت توصلها بشكل يدوي عشان تتعامل معاها في القراية والكتابة. وبإذن الله أشوفكم في فيديو تاني.